السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، وفي شهر شعبان بإذن الله ربنا يبلغنا رمضان واحنا بالصحة وبالعافية واهلنا كلهم بخير. انا عارف ان انا مقصر الفترة اللي فاتت جامد، ده لو كان حد خد باله اصلا ان انا مقصر. بس الموضوع ما فيه بس شوية مشاكل وشوية مشاغل ودنيا كده. ما علينا من الحوارات دي كلها. حابب اتكلم بس في دقيقتين ثلاثة كده عن جاستس ليج زاك سنايدر او زاك شنايدر على حسب بتنطقها ازاي. الراجل ده عمل ايه في جاستس ليج؟ ببساطة الراجل رجع جاستس ليج اللي احنا عارفينهم، رجع سوبرمان، رجع باتمان، رجع وندر وومن، وان كان هي مش اكتر شخصية انا بحبها وبلاش شغل فيمينست والنبي. يعني على الاقل بس الفيلنز نفسهم انا حاسس ان هم دول بتوع دي سي، مش المسوخ اللي كانوا موجودين في النسخة القديمة من جاستس ليج، اللي كانت بصراحة أنا مش فاهم مين دول ولا بيعملوا إيه ولا جايين مع مين. أنت مين يا ابني؟ ده ستيفن وولف، ده دارك سايد، ده أكيد ده دارك سايد. مش عارف، حسيت الموضوع غريب لحد ما جه زاك سنايدر وفعلا أنسب طريقة بالفعل ممكن يتعمل بيها الفيلم ده هو اللي اتعملت فيها الزاك سنايدر كات. بصراحة يا جماعة الفيلم خد حقه جدا، 4 ساعات ودقيقتين وسبع ثواني من العظمة، أنا حرفيا ما ملتش. ولكن الموضوع ما فيه إن الفيلم فعلا من أوله لآخره وطريقة تقسيمه لبارتس، من أول بارت لحد البارت السادس تقريبا اللي هو آخر بارت كنت فاكر كويس، يعني كل بارت فعلا خد حقه، كل هيرو خد حقه، كل فيلن بالطريقة خد وضعه، عرفت الراجل ده خطر. اكوامان الكرواتة الفظيعة اللي كانت حصلت في الدايلوجز بتاعته في جاستس ليج، عارف ان المفروض اكوامان بقى واد باد از ومش همه والدنيا والهيلمان والكوكب والحوارات دي وانا ماليش دعوة، المهم البيتين تلاتة اللي انا بحميهم موجودين وانا متبري من اهل اطلانتس. لا، انا المرة دي عرفت هو ليه كره اهل اطلانتس، المرة دي أنا فهمت دماغه، عرفت هو بيفكر إزاي. سايبورج يا جماعة، سايبورج كان مهمش تماما في النسخة اللي فاتت، سايبورج المرة دي موجود، حاسس هو حاسس بإيه، علاقته بأبوه اللي كانت متدمرة وما احناش عارفين متدمرة ليه، عرفنا فهمنا سايبورج بيفكر إزاي، عرفنا سايبورج بيحس إزاي. احنا كل اللي عارفينه إن هو كان حاسس نفسه إن هو مانستر أو فريك بشكله ده، لا احنا فهمنا هو بيفكر إزاي، فهمنا هو حاسس بإيه، عرفنا إن هو المفتاح لحاجات كتير جدا. بتتكلم مثلا فلاش انا اتبسطت فعلا، انا اتبسطت بشخصية فلاش، انا فلاش ده حاجة عظيمة بجد. وندر وومن وان كان زي ما قلت ان هي مش احسن حاجة ممكن اتفرج عليها، مش عشان حتى جال جادوت، بس اللي هو انا مش انترستد قوي بشخصية ان احنا لازم نعمل سوبر هيرو فيميل علشان ما يبقاش اسمنا متعصبين ضد الفيمينيست ومتعصبين ضد المرأة. لا يا جماعة، يا وندر وومن كستاند الون كفيلم بتبقى حلو قوي، لما بحسها وسط المدعكة دي ايه تجال ايه عايز ايه، فاهم؟ هي سوبر هيرو جامدة ودورها مهم، بس اللي هو انا بحس اللي هو الموضوع مبالغ فيه، لو عايزين نحشر اي فيميل في الموضوع وخلاص. بين افليك شابو شابو، انا اقول ايه، البلاك سوت بتاع سوبرمان يا جماعه انا اول ما شفتها في الانترو صباح الفل، بس يا باشا الفيلم ده معدي، مش سطحيه بس بجد والله. يعني زاك سنايدر قال لسوبرمان كده، قال لك عم كلارك او كالل، بص يا عم الحاج انت الاسود يليق بك، بس هي كده. انا متمزق قاعد بتفرج على الفيلم متمزق، مش عايز الفيلم يخلص، 4 ساعات ومش عايز الفيلم يخلص، حرفيا اتعلقت بكل شخصية. ألفريد يعني خد مساحة يا جماعة، خد مساحة. أنا فهمت على الأقل مثلا أكوامان ده لازمته إيه، يعني في الجزء الأولاني إحنا ما كناش نعرف إن في خلاف بينه وبين أخوه، يعني أنا ما أنا كواحد شفت جاستس ليج النسخة اللي قبل كده ما كنتش أعرف إن في خلاف بينه وبين أخوه وإن أخوه عايز يعمل تمرد على السطح. فهمتها في فيلم اقوى مان بعد كده، وكان عندي مشكله وانا بتفرج على المشهد ده في جاستس ليج النسخه القديمه، طب هو اقوى مان كده قبله ولا بعده ولا فلاش باك ولا سيكويل ولا ده حواره ايه، مش فاهم. فهو الفيلم جه فهمنا، يعني اللي اتقال في جمله المره اللي فاتت اللي هو لو انت دخلت الحمام ولا عطست كده ما كنتش هتلحق ولا هتفهم حاجه، لا انت فهمت كويس قوي في الموضوع، عرفت الدنيا ماشيه ازاي.
بصراحة كل حاجة في الفيلم روعة، الستوري لاين، التقسيمة بتاعت البورتس، الشخصيات خدت حقها، كل حاجة حرفيا خدت حقها بشكل عظيم. الفيلم ده هيبقى من أعلى أفلام الكوميك بوك من وجهة نظر الشخصية. الفيلم ده هيمحي النسخة القذرة اللي كانت موجودة قبله بصراحة، ملهاش أي 30 لازمة في الوجود، غير إن هي كرهت كل محبي الكوميك بوك في دي سي. هو يعني ده فعلا اللي كان القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للدي سي. دي سي what the hell are you doing؟ ده الفيلم ده بقى جاي بيصالحنا، تمام؟ اتعمل الوقت بتاعه مناسب جدا، انا كنت شايف ان هو مناسب جدا، الناس قالوا طويل، طب ما يتعمل مثلا مسلسل 3 حلقات او 4 حلقات او يتصغر الفيلم. يا جماعه احنا كانت مشكلتنا المره اللي فاتت ان الفيلم كان صغير جدا لدرجه ان احنا ما قدرناش نتعلق حتى بسوبرمان وهو راجع، بلس الحلم اللي في الاخر بتاع باتمان. انا اسف لو انت ما كنتش شفته، يعني الفيلم الحلم اللي في الاخر بتاع باتمان ده بقيت بشد في شعري. يعني مين مات ومين عاش وايه اللي حصل، وسوبرمان هو اللي عمل كده، واكوا مان فين، ووندر وومن فين، وانت عايز ايه انت، ولا جاي مع مين، ولا بتعمل ايه. المشهد بتاع المصحه كان موجود في جاستس ليج متهيألي النسخه اللي فاتت، بس ما كانش بالراحه، انا ما كنتش فاهم في ايه. دلوقتي انا فاهم وعارف الدنيا فيها ايه كويس قوي. بنتكلم مثلا في الاخر يا جماعه الفيلم عظمه، ادخل شوف الفيلم، ادخل شوف الفيلم، او الفيلم عظيم، موجود على اي جي بيست والدنيا زي الفل، مش هتروح تشوفه في السينما، ادخل شوف الفيلم. وان كان في بس كام حاجه ضايقوني، هما حاجتين. اولا المقاس بتاع الفريم، ليه عامله 4:3؟ ليه يعني؟ انا حسيت الموضوع مستفز يعني. انا حسيت الموضوع يعني كالح، وكان ممكن ان هو يتعمل بالمقاس الطبيعي السينماتيك عادي من غير اي حركه. مش فاهم ليه زاك سنايدر عامل دي كده، بس اللي هو انت زي الفل، اعمل ستريتش للسكرين، كبر الفريم براحتك واتفرج يا باشا ولا يهزك يعني. تاني حاجة يعني هي ما عجبتنيش شوية، اللي هو ليه ستيبن وولف وليه دارك سايد وليه الفيلنز عامة او المونسترز عاملينهم شكل كرتون قوي، يعني مش انيميشن يعني. ما اقدرش اقارنهم مثلا بثانوس في مارفل. ثانوس كان بتحس فيه برياليتي يعني، على الاقل انا مش حاسس ان انا بتفرج على كرتون، لا انا هنا حاسس ان بتفرج على كرتون، ده كرتون مش انمي، كرتون 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 يعني. فاتمنى بس اللي هو كده بالمنظر ده في اجزاء، مش جزء تاني، في اجزاء بالمنظر ده. فاللي هو انا حاسس بتطشايت يونيفرس كده هيبدا هيقوم، هنعمل حاجه والنبي يا دي سي، والنبي يا دي سي، والنبي يا دي سي. فيعني على العموم باذن الله ممكن يبقى في حلقه تانية نريفيو فيها الفيلم براحتنا. انا اسف ان البتاع ده طويل قوي، بس عشان مش هيبقى فيه مونتاج فهحطه زي ما هو. وشكرا جدا والسلام عليكم. نسيت الساوند تراك، ساوند تراك عظيم، ساوند تراك عظيم، كل الساوند تراك خصوصا بتاع وندر وومن فيمنست، ساوند تراك عظيم بكفاءه. بس السلام عليكم بجد، سلام.